هاي طبعا ذاك الروتين سألت البنات، قلت لهم ليش ثلاجة تجذب مي؟ ما اعرف شنو المشكلة. فقالوا فتحيها، اكو صوندة بيها يجوز مسدودة او الغاز. فهسه فتحناها مساحة هذا المي كله. هاي حرامات هنا صاير هيك مثل الزنجار وخربت لي الباب الجوة. هسه فتحناها الثلاجة ماكو شي بيها، يعني حتى هاي مال المي ما متروسة، بس هيك شوية وساخة صاير بيها اريد اطلعها. ما ندري شنو السبب والله، ما ادري اشيلها ذبها فتنوم. هاي طلعتها غسلتها نظفتها وراح ارجعها ونشوف، بلكي هو هاي السبب. بس من الداخل هم لازم ننظفها شوية المي. ما جاية عدلة اول بعد. فوق فوق فوق. شلون صار البصل؟ اي والله كبر هذا البصل، بس بعد خيار ما طلع لنا. هذا ما بي شي، هذول كلهم يراد لهم مي اليوم. الريحان هاي الشغلات كلها. هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو بيتوتي، عندنا هواي شغلات نسويها بالبيت بما انه عطله. تغييرات قلت لكم من هذيك المره، اريد اغير الغرف مال النوم. اريد اخذ الغرفه الكبيره والصغيره اعطيها للبنات، لانه هذا الكنتور مالتي صغير مدى ياخذ الملابس. وهوايه شغلات وهاي خنقه، فالسرير مالتهم واحد فوق الثاني، يعني راح تكبر الغرفة. احنا السرير مالتنا كبير، راح نغير شوية يصير فرق. شو نسوي؟ بير ما ترهم سالفة البيت. هذا البصل منور وراي. هنا أنا شفنا الزرع، هذا الريحان كله خضر الحمد لله. هنا هو خليت ريحان. هذا البصل زرعناه، شفتوا شلون كبر؟ هذا خيار وحدة طالعة عندي. هذا الشجار هنا زرعت شبنت بعد ما طالع. هواية شغلات. خلي نشوف بعد. سألت المتابعين قناة اليوميات من سوينا دولمة الفواكه البارحة، فعلى مود الثلاجة تذب مي، فانطوني نصائح وهاي، فنزلناها اليوم الثلاجة. وهاي خلي نروح نشوف يوم شموسة ومحمد ايش يسوون بالغرفة. هاي هنا مال السرير اول شغلة طلعناها، هذني شغلات لازم نذبهن برا. وهنا بدت الهوسة. ها يسوون هذا السرير تو نفتح بيه. شموسه هم مثل مغار. يلا لمي غراضك وطلعي من الغرفه. طلعي بس هي كانت لنفسها على كنتوري. زين كنتوري الجديد الحلو. انا ما بي شيء، هو مال كبار بالعمر. مال كبار بالعمر؟ الكنتور هم مال كبار ومال صغار؟ فهنا انا راح اخذ هذا، يفيدني الكنتور باثنين بوب للتعاليق الملابس، واحد بالوسط يعني هيك نصفط بيه شغلات. وها فهو شغلات راح نغيرها، بردات لازم اجيب جديدات. يعني شموسه راح تاخذين بانكتنا وراح تاخذين كنتور. ما اريدها اصلا. ها مو حلوه؟ لا والله حلوه تخبل، بس انا عندي مبرده، فهسه لازم نشيل شغلاتنا من هنا حتى نفرغ هذا الركن، تصير الشربايه مالتكم هنا. بعد هاي لحقتيني عليها؟ هو وين الكنتر؟ لا 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 طلعيها هي وهاي اخذها. لا والله لا هاي تظل هنا بعد. قلت والله ما. شنو قلتي؟ والله ما لا ما احتاجها اريدها. طلعي انت عندك هناك ميوزه هواي. هاي هي وزوليا طلعيهم برا من الطريق ذني، لان زوفي زو احنا بدنا نذبهن. اوكي هاي ترديها هم مستفاده منها. هاي شنو هاي؟ هاي شنو شموسه؟ هي نذبوها تصير تجنن. بس هاي ها لا ما تجنن. اخذ هاي هاي اخذ هاي اريدها. هسه تطلعيها برا بعدين نقرر. يلا يلا شوفوا شلون كيوت. الاعلان طلعت كنتور كبر شيء خذي ايه ترى كنتور جديد. ما ادري لا يصير لنا. يلا بس خليني اشيل وياي انا. ليش يا بنوب حتى المخدة تريد تاخذها؟ شلون استغلالية هاي البنية؟ وقف وقف وقف، هذا قلب الدنيا هذا الفراش. طبعا لا شباب دي هيك وقفة بالطول. ما يوقف هاي مرمط. وكعيني درفع. وين اوديه وين؟ نطلعه برا نطلعه. اوقف الشرباية حتى اقدر اخليه هنا واخلص منه. هاي لازم ما تفتحها لاني طبعا لا هيك ما يطلع.
وماما في قدرين سنين هند بيكها مو لهالدرجة عاد. مو واحد يفتح له برغي يصير مهندس، مو مهندس هند بيكها، شيك له أبرا يصير دكتور، وواحد أخوه دكتور مو خالص محامي أصير محامية، محمد أخوه مهندس لازم هو يفتهم بالهندسة، واحد أخوه دكتور لازم هو يعطي شغلات طبية وعلمية، وذا شيخ لازم يحل المشاكل. ترى ما تصير، أنا عندي هواية أفرع، مو تتباهى القرعة بشعر أختها، ما يصير، هي قرعة شعليها بشعر أختها تو يلا فيها تلميذن. شالوا العرب وشالوا بعد، انا ما اسمعهم بعد، انتم تعرفون بالسته قاعدون دول انا يصيحون. سد الشباك شعلينا بيهم، هو شباك عازل. احتاج درنا هذا، درنا هذا، درنا هذا شلون النوب هذا انا شديته بنفسي وراح افله بنفسي. انت شاطره ما غلط، واحد يقول هاي شغله للرجال وهاي شغله للنساء، ماكو هيك، خاصة هنا بأوروبا ما عندهم هاي الموضوع. هذا؟ ايه خطا علي شقة خاف عليها. ماخذة واحد شاشة. لسه ما موقعتها انت يمكن. موقعتها. اه شاطرة. طبعا انا وصلت 100 الف، هسه انا قاعد اتخيل هاي الكيكة بيدي. مال 100 الف. راح تصير شو اسمه شمس يوتيوبر. انا صرت يوتيوبر، صرت 100 الف بعد ما احكي وياك. اي احد ليش؟ لا بس اكو هيك عالم ما ادري من يسلم يتلف. لا بس انا احبكم وشكرا هواي لكم هم، وبدونكم كان اني ما صرت 100 الف، بالرغم من انه انتم انا زعلت من عندكم هواي، تاخرتوا عليها تاخرتوا. زين انت يوتيوبر، انا شنو؟ انت انفلونسر. ليش؟ ملايين بكل المواقع، بس انا بس باليوتيوب، فلذلك يوتيوبر. اذا واحد ما عنده بكل المواقع ما يقدر يسمي روحه مشهور. هسه انا شنو لازم اصير مغروره على هذا حكي ششه؟ انت حيل لازم تنفخين هيك وتطيرين بالون. خاف اطق اذا النفخ، لا عادي يعني، واذا واحد عنده ملايين كل المواقع طبعا. انت انا هسه بس اريد اكثر. تريدين راح اصير مغروره لان عندك مثلك؟ هيجي مقارنه بماما. ها محمد؟ تقول انت انفلونسر وهي صارت يوتيوبر. وهي فلاونسر. لا انا انفلونسر لان عندي صدق يعني متابعين بكل المواقع الحمد لله وشكر، كلهم ملايين، بس اليوتيوب ما اعرف ليش هيك دا يتاخر. يلا ان شاء الله قريبا وجود متابعينا ودعمهم نوصل مليون. ولانا عضوه جيت، شنو اللي انت معضوه؟ البق وين ماكو ضوي يروح يمه. نبى نطلع من الغرفه ونبى ننظفها فوقها. هي لانها لسه غرفتك. يعني الا تطبيها يلا يطلع من البيت لازم ينفع ويسلم فارغ. اي انا مو فانا راح اطبق هذا القانون. يلا بقى اشتغل ميكس، كملنا على الكيتشر بايتي تيجي هنا واروح. لا والله هو شيء ثقيلة. ليش ترى يرجعني؟ ايش تخلي؟ اي اي على الشباك. ايش؟ اي لا ذاك المكان حتى ما يروح هيك حرامات. صارت عندك انارة طبيعية، هذا التصوير مو طبيعي. اي. هاي هنا غرفتنا راح تطول، يراد لها صبغ وهواي شغلات، فلازم اروح اسويهم غدا سريع. اسوي هيك طماطم قلاية وشغلات بين ما يخلصون. انا راح اسوي غدا لان المطبخ هم قلبناه. نزلنا الثلاجة، نزلنا أغراض الثلاجة كلها هسه بعدها هوسة، لازم نخلص الغرف نرجع للمطبخ. زين هذا المطبخ نقدني، فراح أسوي هذا، عندي سجق وفلفل وبعد بصل راح أجيب وأقليهم. لازم أجيب الشمسية.
طيب شو تسوين بيه؟ هاي هنا راح اسوي لك جهال اندومي لانه ما ياكلون هاي الطماطه والسجق وهاي السوالف. بس خل نصبغ هذا صار كله ابيض. هنا انا خلينا الكنتور بالركن الاسود وبقن بني لازم نصبغهن. هاي عيني شنو الرائع هاي لازم نغيرها. وينصبغ الناس تباب انت وقعتيني لا حيل لا حيل ما تبي هوبا الا بيبي الا بيبي ليش تفرها شوف تسوى فر المتابعين فر المتابعين هذا قافي تقول لا تقصفين انا صرت مشهوره بعد لا تحكين علي شموسه تقول انا من جيل الطيبين شو تقولون شموسه من جيل الطيبين لو لا انتوا بس اللي تحكون شغلات انا ملحقه عليهم اي يعني انت من جيل الطيبين من جيل الطيبين كنا نحكي على شغلات مثلا قبل نقول امنا اذا تحكي بعيونها من يجينا خطار نفتهم قلت لهم ما سدتوا هذا الجيل الانترنت لو ما الانترنت ساتر عليكم والله عم احنا كنا اذكياء اذا امي باوعت بعيونها على شغله احنا افتهمنا شنو الشغله اذا يجي خطار مثلا تريدنا نجيب شغله هم ماتينا كفت حركه بوجهها تسويها احنا نجيب الشغله كتبوا لنا انتم ماتين من هذا الجيل لو من جيل الانترنت هسه بس انا هم افتهم علي شنو اسوي حركات حنوش مره دق فينا دقه ما صايره ردنا يعني شغله ما يسويها احنا يمنا خطار فشموسه افتهمت انا ما اريد اسوي هاي الشغله قرصته لما قرصته كان يقول ليش تقرصيني؟ الخطار افتهم بكل الاحوال الخطار افتهم وحنوش ما افتهم فشموسه ملحقه على جيل الطيبين تجيل الطيبين؟ اي والالعاب كنتوا تلعبوها احنا هم والاكل كنتوا تاكلوه احنا هم هاي البسكت والحلقوم وما ادري شنو شغلات جيل الطيبين بالشط ما ادري شلون بعد قلل ما ادري شلون جيب شو اسمك ماكو بنانا شو اسمه شو اسمه ماذا تطلب بالبلايس بالبلايس خليك من واو ماما تعرف لا تسوي مو تيجي ما انا اعرف كم شيء الكاميرا نطين كم اشتمال يعرفون والله يلا انا اتلقاها انا اتلقاها بنيه خطيه خليك تتلقاها اتلقاها من الله يلا يلا اتلقاها من انا حتى ما تنكسر هي راح تنكسر اذا ما شلناها انتوا شيلوا منك وانا اتلقاها اوبا شال غير اني اي والله صدق عنوش والله صدق انا قومت بابا والله صدق هاي
الله صار لكم مكان. الحمد لله والشكر. شكرين شكرين. نغير هاي خليها زاوية هيجي لو خليها عدلة بصف الميز شو تقولون؟ لو هنا اجيب الميز والله ما ادري بس اذا هنا يصير ضوء الشباك ورايا هيجي يعني راح يصير من اقعد مثلا امشي اخلي ميك اب هاي بس هيجي احسن وهو بيه ضوء مو صحيح هيجي احسن منا كنتور منا ما اعرف بس المهم كل الاحوال انه هاي الغرفه اكبر وانفه احسن هم هسه فرحانين بهيك الغرفه اخذوها الصغيره بعد عندي اريد بعد ما اعرف احكي هاي شكو فاول البرده بعد لازم اطول هاي السكه مالتها سويها طويله اريد اسوي برده ركن كامل حتى يطلع شكل الغرفه بعد اكبر واخلي بس طول ابيض وهاي ما تكفي بس احنا عدنا عطلة ومحلات ماكو لازم على الاسبوع الجاي هاي ملابس شتوية هسه شوف لي المكان هوسه هاي هانا شلون يخلص هالهوسه جيبيها اما جيبيها شوفوا عندي قصة وهي هاي الجنطة هاي الجنطة صار لها أكثر من 10 سنوات هاي جبتها وياي من العراق أول ما طلعت يمكن شفت قصة الهجرة موجودة بالقناة 5 أجزاء حكيت لكم شلون طلعت من العراق لأن وصلت لألمانيا هاي كان بيها تقريبا كل فلوسي يعني فلوسي كنت مقسمتها بس المبلغ الأكبر كان بهاي الجنطة حيل مستعزة بيها وأبد ما رياضمها شوفوا رغم هي مقطوعة بس أبد ما ذبها هاي من أشوفها أتذكر يعني ذيك الأيام الصعبة اللي مريت بيها بقيت 15 يوم بالطريق وهيك شيء القصة إذا تريدون تسمعوها موجودة روحوا دخلوا من الجزء الأول للخامس وتشوفوا شنو أني مريت وشفت معاناة وهسه على الحاضرين جن ما تكريه يحكن علي ليش انا يعني اصور بقيت ليش على مود القصه تصير كامله عند متابعيني حكيت لكم اول مره بدايه القناه قصه الهجره وشنو تقدر تسوي خاصه يعني مو المره العراقيه انا يعني دا اوصل لكم فكره
فهسه ما نريد ندخل بتفاصيل، اذا تريدون تشوفون القصه روحوا شوفوها من البدايه، حتى خاصه الجدد ما يعرفون عنا معلومات اكثر روحوا شوفوا قصه الهجره مالتي حتى تكمل عندكم قصتنا كامله. فهاي الجنطه كل ما عزل تطلع لي، واني ابد ما اريد اذبها، محتفظه بيها هاي ذكرى. طبعا ما اعرف ايش صارت الساعه وبعدنا مهوسين، لسه ما خلصت الملابس، الشربايه بعد ما عزلتها، بعد هواي شغلات هاي هنا كلها بعد فارغ، هاي الشغلات مال الميك اب ولا كلها خليتها هنا، هسه لازم اعزلهن واخليهن على الميز وارتب هاي الشغلات هنا، بعدها هوسه كلها عماتي ما سويتها، يا دوب يعني بس علقت هذول الملابس وذوله، خليت هذيك الباب جناط وخاوليات وهيك شغلات، وهنا الملابس اللي دائما البسها بيومي، هنا اللي مو دائما البسها وهيك. هاي طلعت عندي بردات، عندي هاي البردات القديمه مال الصاله، اريد اخذ بس هذا الابيض مالتها واخلي هنا، بس قلت لكم بعد عندي نقص هاي اريد اكملها للاخير، و بس راح اشكل هسه بس وحده، لو شنو رايكم لو اخلي من هذني هذني هم مال الصاله، هاي كم مره اني اغير بردات الصاله، صار لنا بس سنتين هنا، يمكن 4 مرات غيرت هاي اول بردات خليتها، تتذكروهن ذني القطع، ما اعرف اخليهن هنا شو تقولون، حتى هذولا مالتهم الاكسسوارات كلش حلوات. يا ويلي اليوم ما نخلص، اليوم ما يخلص الشغل ابد. سعود سويت البردات، طلع عندي بردات هاي ورديه زين، ويا الملابس الصيفيه، وطلع عندي ملابس صيفيه ما ادري بيها، هسه طلعتهم بعد كل هذا التصفيق والتعزيل، عبالي خلص الملابس طلع عندي صيفي، لازم ارجع اعلي مغلاخ، فما ادري راح اجرب اخلي هاي البردات وياهم، بس اذا ما تكمل لي هنا انا ما راح يطلع شكلهم حلو، راح اجرب اليوم اخلي بس هاي وبعدين اكملهن، وهاي الملابس ايش راح يخلصها. شوفوا صار المغرب، صار المغرب واحنا ما كملنا تنظيف من الصبح، لسه نشتغل. هاي طلالت غرفتنا الجديده، شوفوا اكو شغله بغرفه النوم لازم كل المتزوجين يجربوها ويسووها، سمعتها من علماء الطاقه انه يقولون انه من تجون هيجي تصير الشربايه قدامكم لازم الرجال ينام على اليمين والمراه تنام على الشمال على اليسار، يعني راح تشوفون يعني تغيير، خاصه اللي ما ينامون هيجي، يعني ما ينامون الرجال على اليمين والمراه على اليسار، راح تشوفون تغيير بنومتكم وباحلامكم، وراح ترتاحون راحه نفسيه مو طبيعيه. فاني جربتها طبعا قبل ما ننتقل لهنا، صدق فشي لازم كلكم تجربوها، المراه تنام على اليسار والرجال ينام على اليمين، يعني هيش توقفون تخلون الشربايه قدامكم هذا اليمين وهذا اليسار، جربوها وشوفوا راح تفيدكم هاي الشغله. هسه وصلت تقريبا اخر شغله، راح افرش الشربايه وبعدين امسح القاع، بس عندي هذا الاغراض لسه ما صفطتهم لانه كلش تعبت، ووجع ظهري رجع علي بسبب التعب اليوم، وايد تعبنا، وبعد على اساس هناك بالصاله هم اغير، بس ما راح الحق اليوم ان شاء الله على باكر، بالعطله لازم واحد يطلع يغير جال، في طلعة جهال، بس يلا عندهم بعد 3 ايام ان شاء الله اطلعهم ان شاء الله.
فاذا عندكم واحد مثل انه مشخبط على الكنتور بالقلم الماجيك جيبوا هذا الاسيتون. انا شايفه اي انتي جيبوا الاسيتون هذا مال الاظافر ونفوا يطلع كله يلمع. راويهم هذا، هذا هنا كان كله ماتين صبغ، مو صبغ، هي جايبين القلم مال الصبوره وكاتبين هنا مشخبطين، هسه كله نظف. جديد هاي تشوفوني اني بالمرايا، هاي ماما والبلدات. ها ماما شو نحسي؟ عطلت بس هاي عطلت من التعب. ايش سويت؟ سويت هذا الفيديو بالتيك توك. بس استاذ هيك صار شكلي بالتيك توك. ها؟ متابعين يردون انزل شيء بالتيك توك لو اسوي لايف. وانا هيك صار فيديو. حبايب قلبي خلص الفيديو مالتنا اليوم، ان شاء الله عجبكم. لا تنسون تخلوا اللايك بالبطيء. اليوم ما قلت لكم بداية الفيديو. خلوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة اذا مشتركين وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. ولا تنسون تروحون القناة اليوميات وتشوفون الدولمة بالفواكه تخبل وتجنن. هسه فد شوية اذا صار بيا حيل اقوم اطلع الباكة وانقحها. انا مو باكة، سووا باكة. مع السلامة حبايب قلبي.